السليم في الجسم السليم، ولا يأتي الجسم السليم من دون ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة في هذه الأيام التي يسود فيها جو الكسل والخمول بشكل كبير جدا، والتي نادرا ما يقوم الإنسان فيها بالحركة. كما أن أهمية ممارسة الرياضة لا تقتصر فقط على صحة العقل، بل إن لها فوائد عديدة في كل جوانب الحياة. الرياضة هنا جزء مهم في الثقافة السويدية، حيث إن نصف السويديون يمارسون الرياضة وكأنها فرض يومي. فمن النادر ما تجد فرداً لا يمتلك بطاقة الاشتراك في مراكز تدريب الرياضية، حيث أصبحت الرياضة مرادفة للصحة. وهنا في ستوكهولم يقام مهرجان كل شيء للصحة والرياضة للعام 15 على التوالي، يركز على 5 جوانب رئيسية هي التمرين، الحمية الغذائية، اليوغا، العلاج الطبيعي، والعناية بالبشرة. Jag är väldigt avundsjuk på alla som får gå på mässan, för jag skulle gärna själv vilja vara en besökare. Jag hinner inte göra så mycket på mässan, mer än att springa runt och titta. Men vi har live-inspelningar av olika hälsopodcast. Och så har vi aktivitetslabbet med massa kända PTs och profiler som du kan träna med. PT Fia, Paolo Roberto, Matthew Griffiths. Och så har vi energiscenen där vi har många bra namn som lagar mat. Jonas Lundgren, Viktor Rorschef. Och så vidare. Det är ett otroligt program. Ja, det känns jätteroligt, och framförallt är det så roligt att se den här pulsen och alla glada människor och all inspiration i den här hallen. Det är jättehärligt. رياضة الMMA أو الفنون القتالية المختلطة هي رياضة تساهم في تشغيل كل العضلات، وتتكون من مزيج من فنون القتال التقليدية والغير تقليدية. تسمح القواعد باستخدام كل من تقنيات الضرب والتصارع، ومؤلفة من تدريبات بسيطة كالركض على السلالم، التقاطع على الأرض، ملاكمة الظل، قفز الحبل، ودوائر الحماية المفتوحة. ونشأت هذه الرياضة الحديثة في أوائل القرن العشرين بقصد العثور على أكثر فنون القتال تأثيراً لمواقف القتال الغير مسلحة، وتعد واحدة من أعنف فنون القتال في العالم، حتى أنها حضرت في بعض البلدان. أما في السويد فلها شعبية كبيرة يمارسها العديد من الشباب، كونها طريقة جيدة لبناء جسم متين. Jag har hållit på med det här i började 2005, nästan 11 år. Och jag har kört med grabbarna sen 2008. Enligt mig en av de bästa träningarna jag någonsin gjort. Jag har hållit på med brottning, fotboll, handboll. Men MMA, det är någonting helt utöver allt annat jag tränar. Det är så mycket man ska göra vara bra på. För det är en väldigt bra träning på allt och alla. Det bygger så kondition, sån muskulatur, så jag rekommenderar för alla. Det är bara att träna hårt och ha fokus. Träna rätt. نبتعد قليلا عن أجواء الإثارة والقوة الجسدية إلى أجواء الهدوء والتأمل بممارسة رياضة اليوغا. إنها نظام للروح والجسد والعقل، ومناسبة لجميع الأعمار، وهي مهدئة للبال وتقلل من التوتر والقلق. كما أنها لا تحتاج إلى تجهيزات ومعدات، ويمكننا ممارستها في أي وقت وأي مكان. قد تكون ممارستها في البداية صعبة، ولكن ما تعودت عليها تصبح سهلة، وتشعر بأنك إنسان متكامل وفي هدوء نفسي. وهذا بالضبط ما وجدناه على وجوه المشاركين في استوديو اليوغا بقيادة المدربة الأمريكية كيلي، والتي توجه طلابها على ممارسة اليوغا. So we did a few yin postures. So you hold yin postures for a little bit longer than a normal vinyasa or hatha style. Yin is nice, it's accessible for beginners because it's a slower practice, but it's actually quite advanced because it's hard to stay still. You know, people are so used to moving, and it's really hard for people to stay still and to understand where they need to stop and not push themselves more. You gotta just start. If you're a little bit nervous about going into a group setting, try an online class just so you get a little bit of a feeling of what your goals are out of the practice, whether it's to build strength, whether it's to find relaxation, you know, whatever your initial goal is, you can kind of figure that out and find the best practice that's right for you. Much better, come on.
اجتذب المهرجان العديد من المهووسين برياضة بناء الأجسام والذين كانوا متلهفين لاستعراض عضلاتهم، وعليه نظمت العديد من المسابقات كي يبرز الزوار طاقاتهم أمام الحضور. وأبرز هذه المسابقات كانت مسابقة رياضة الكروسفيت، وهي مجموعة من التمارين الرياضية المتنوعة مثل الضغط والعقلة والجري وشد البطن، ويمكن أن تشمل تمارين الجمباز ورفع الأثقال، ويشارك فيها السيدات والرجال ولجميع الفئات العمرية، ويمكن حتى لكبار السن ممارستها. CrossFit är egentligen det det låter som. Det är en mix av alla möjliga sporter. Hade vi haft simhall skulle vi kunna simma. Hade vi haft klätterväg hade vi kunnat klättra. Man gör allt möjligt. Men i grunden så jobbar man med stång. Man jobbar med rigg. Så det är gymnastik och styrkelyftsövningar. Det är det som är grunden. Så har det utvecklats då. Löpning och så vidare. Och det är upp till atleten att vara så mångsidig som möjligt för att nå ett bra resultat. Bred kompetens. Det är 325 atleter som tävlar. Och idag på lördagen så är det då individuella, alltså en och en. Dam och herr. Och som ni ser här bakom så är då dam på ena sidan 10 samtidigt som herr på andra sidan. Så vi kör 20 atleter åt gången, vilket är lite speciellt. Det är 3 stycken events nu och sen kommer det en final som kommer vara jäkligt tuff. يقدم المهرجان العديد من النصائح وشرح الطرق المتعددة لاتباع حياة أكثر صحية ولجميع الفئات من الناس، لكنه تميز بابتكار طرق حيوية تبعدك عن الملل من ممارسة التمارين الرياضية الروتينية. أحد هذه الطرق هي تمارين باستخدام الكرة الطبية. So what we're doing is basically working the body in different directions. So working forwards, working side to side, working in different angles, in different speeds to help train the body in a very functional way. It's good for everybody. It's good for the mom that has the baby and taking the baby in and out of the car. It's great for the worker at the office, and it's great for an athlete. The reason why it's really good for all these different types of individuals and for all ages is because the body's move in different directions. So you move sideways, you twist, you bend forwards, you step forwards, you step back, you move to the side. So basically you make the body very functional, so it works very well in everyday life. Because in the end, functional training really, in this aspect, is designed really to help improve this everyday function. الرياضة هي التعبير عن الحياة والنشاط والحيوية، لهذا يهدف المهرجان لإلهام الزوار لممارسة الرياضة واتباع حياة أكثر نشاطاً، وتعليم الأجيال القادمة بأهمية الرياضة في هذا البلد البارد والذي أصبحت فيه ركناً أساسياً من ركائن العيش فيه. عمار سعد لبرنامج مراسلون الشرقية ستوكهولم.